يعود بدورة استثنائية للاحتفال بالفن القناوي، عرس ثقافي تسوده روح التلاحم والفرح والتقاسم. Mesdames et messieurs, bonsoir. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, je vous souhaite la bienvenue ce soir ici à Essaouira pour le concert d'ouverture de la 24e édition du festival Gnawa Musique du Monde. Une édition exceptionnelle avec une programmation vibrante sous le signe de la communion, de la joie et du partage. Un voyage entre authenticité et musique contemporaine. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Naïla Tazi, la productrice du festival Gnawa Musique du Monde. سيداتي سادتي الحضور الكريم ضيوف الصاويرة الكرام، اعتز اليوم بحضوركم جميعا لافتتاح فعاليات مهرجان غناوة، هذا العرس العظيم الذي تجتمع فيه الفن والثقافة والتاريخ والحضارة والتراث الأصيل. مهرجان مدينة الصاويرة العريقة المتأصلة بتاريخها الغنية بهوياتها الشمولية وفنها الجناوي، فن جناوة الذي حمل مشعل الإنسانية في إيقاعته الأدبية التي سحرت الجميع وجعلت اليونسكو تسجله تراثا لا ماديا في 2019 ليبقى خالدا في الذاكرة الجماعية. وبفضل كل هذه المجهودات حلقت الصويرة وغناوة عاليا في السماء الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله كرمز عالمي للهوية المغربية المتميزة بانصهار كل مكوناتها العربية الإسلامية الأمازيغية الصحراوية الحسانية والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية كما جاء في دستورنا العظيم. الصويرة موغادو تضيء الليل بروح أهل الذين استضافونا منذ 1998 برحابة الصدر والسمو الأخلاقي وكرم الضيافة، وهذه فرصة لكي أشكرهم من كل قلبي وأقول لهم الله يكبر بكم ويجعل الصويرة دائما ضوية بكم. مهرجان غناوة في نسخته 24 يأتي هذه السنة في ظرفية خاصة بعد غياب 3 سنوات في ظرفية خاصة بسبب جائحة كورونا، ويعود بقوة ليكرس القيم الإنسانية التي ميزته دائما، قيم التضامن، قيم التعايش والإخاء. يعود ليسحرنا ويأخذنا في رحلة الماضي والحاضر والمستقبل الواعد بنغمة السلام. وأخيرا يسعدني أن أشكر جميع الجهات المشاركة في هذا المهرجان والتي ساهمت بشكل كبير في إعداد وتنظيم هذا الحدث العظيم. أشكر وزارة الثقافة والشركات الممولة والشركاء من القطاع العمومي والمجالات الترابية والصحافة المحلية والدولية، كما أشكر السلطات المحلية والفريق العامل على مجهودهم الجبار. وشكرا خاص ايضا للتقنيين والفنانين المحليين والدوليين، جاءوا من مختلف الدول، جاءوا من 15 دولة ليشاركون مواهبهم وليبهروا العالم بغناوة وبالصويرة. واتمنى للجميع الحضور الكريم وقتا ممتعا في هذا المهرجان الرائع. شكرا لكم جميعا. Merci beaucoup.
Madame Leïla Attazi. Veuillez accueillir avec moi le ministre de la Jeunesse et de la Culture et de la Communication, Al-Anastakbil, Wazir al-Shabab, Al-Taqafa, Al-Tawassoul, Sayyid Mohamed Mehdi Ben Saïd. شكرا ليلى. انا ما غاديش نطول عليكم بزاف، انا عارف ما جوج سنتو الخطابات ديالنا والا جيتو عاود قناوه. بغيت غير نذكركم بواحد الوعد كنا عطيناه السنه السابقه الى عقلتو، كنا قلنا بان قناوه غترجع كيف ما كانت قبل الكوفيد. الحمد لله اليوم في اطار الشراكات اللي عند هذا المهرجان، اليوم قناوه كترجع كيف ما كانت سابقا، يعني خاصه بهذه المدينه، وهذا بحد ذاته بالنسبة لنا إنجاز، لأنه هو دول مفهوم ديال الصناعة الثقافية، أنه المجال الترفيهي الشعبي يرتبط بالمجال الاقتصادي، لأن عبر هذا المهرجان أنتم كتشوفوا الصورة كلها عامرة، كلهم عامرين، ريستورون كلهم عامرين، وهذا بحد ذاته إيجابي جدا بالنسبة للمجال الاجتماعي والاقتصادي. بغيت نقول فقط الله يعطي الصحة لهذا يعني القناوة كلهم واحد بواحد. وبغيت نذكر لأن قبيلة أنا جاي في الطريق وفكرتني نيلا، قلت لي راه خصنا نفكروا في التغطيه الصحيه ديال القناوه. بغيت غير نذكر بان المشروع الملكي والرؤيه ديال سيدنا الله ينصرو خلات ان جميع الفنانات والفنانين عبر ديك الكارت دارتيست عندهم التغطيه الصحيه. اليوم فقط خص التعبئه، ونستغل هذه الفرصه بالطبع باش نطلب من الاخوان المنظمين المهرجان باش يتكلموا مع جميع هذه الدروب ديال القناوه، باش يذكرهم بانهم اليوم بهذه الرؤيه الملكيه الساميه، اليوم الحمد لله كلهم عندهم تغطيه صحيه، وخصنا نوقفوا على هذا المجال كذلك باش يزيدوا نقويوا المجال ديال القناوه هنا في هذه الصوره. اذا شكرا لكم وبون سواري وتبارك الله عليكم. ميرسي مسيو لو مينيستر. اذا على بركه الله ميدام ميدمازيل زي ميسيو، nous allons commencer le concert d'ouverture sous les auspices du métissage, le fruit d'une résidence. Les tambours du Burundi, tous deux reconnus par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ce soir, le Mallem Mohamed Kouyou, le Mallem Saïd Kouyou, les tambours du Burundi, le saxophoniste et chef d'orchestre Jalal Chao et la voix exceptionnelle de Sana Marahati, un concert d'ouverture avec plus de 24 artistes ici à Essaouira. Excellent spectacle. ومرحبا بكم. شكرا.
Merci, Fatima. Nous sommes présents aussi. Les danses, c'est possible. Vous avez vu ça? Oh, nous venons dans le pays du Burundi, dans le pays de l'Est d'Afrique, là où le Nil commence, dans lequel d'Afrique. On aime le Maroc, le pays où il ne fait pas froid, où il ne fait pas chaud, mais où il fait beau. Merci beaucoup, les Marocains! Chabakro, Allah, Allah, Chabakro, 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 Chabakro,
Merci. Merci. Merci.